فورمسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر قبل مواجهه النادي الاهلي. نسمعه ونرجع نكمل كلام. طبعا هي مباراة صعبة، سوف نلعب أمام الفريق قبل أسبوعين لعب مباراة بطولة العالم للأندية. They have the best players of in Egypt. لديهم اللاعبين الأفضل في مصر. But we expect a lot. But we believe that we can. ونحن نحترمهم كثيرا لكن نؤمن بأننا نستطيع مواجهته. First of all, we have analyzed the real to be realist. You understand, realist? يجب أن نكون واقعيين. We don't play like this. You say you told to us. طبعا لا نحن لا نلعب بهذه الطريقة. عندما يكون لدينا أو نمتلك الكرة نهاجم، عندما لا نمتلكها ندافع. لدينا استراتيجية وسوف نعتمد عليها في أمام الأهلي. I believe in the players that we will play. طبعا أنا أحاول إيجاد الحلول ولا أبحث عن المشكلات. أريد أن أجد اللاعبين المتاحين والجاهزين للمشاركة. But my team is not easy. Try you or all of you. Play in 18 days 5 matches is not easy. طبعا استطيع ان اتحدث عن فريقي، فعلا فريقي متعب. خلال 18 يوم لعب 5 مباريات مهمه، في النهايه هم بشر ويتعبون وهم ليس الات، لذلك كانت تلك هي السبب لي ومبرر الاستراتيجيه التي لعبنا فيها في المباراه السابقه. Yes, of course we believe that we will do something good. طبعا كما تفضلت نعرف حجم الاهلي واهميته، والمباراه غدا لن تكون سهله، لكننا واثقين بأننا سنقدم أداء جيدا ونحرز نتيجة إيجابية. نحن سنلعب أمام الأهلي وهو ليس الأفضل في مصر فقط لكن أيضا على في القارة الإفريقية. بالنسبة للحارس أو الكابتن جنش، طبعا هو من أفضل اللاعبين الذين شهدتهم في خبرتي أو مسيرتي المهنية. أنت بتتكلم في نهائي سوبر قصاد النادي الأهلي، فدي حاجة مهمة كتير لنا وللنادي، خصوصا دي أول نهائي للنادي هنا، فأعتقد حاجة مهمة لنا كلنا، وإن شاء الله نقدر نقدم كرة تليق بالنادي وبمصر. يعني أتمنى أن أنا أقدر أساعد الفريق، وده اللي أنا بحاول أعمله دايما، بحاول أن لهم الخبرات اللي عندي أنا وكل لعيبة الكبيرة. أنا زي ما قلت لك، إحنا بالنسبة لنا كنادي كمان مش كفريق، دي أول بطولة لنا، بطولة كبيرة. مبسوط جدا وصلنا للنهائي وبتلعب قصاد نادي كبير زي النادي الأهلي، معروف طبعا زي ما الكوتش قال، مش بس في مصر، في أفريقيا وفي الوطن العربي كله. ودينا شفنا الجمهور الماتش اللي فات أو الاستاد، وده برضه اللي بحاول انقل اللعيبة ان بكرة الاستاد كله يبقى طبعا النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم كرة كويسة تليق بينا وتليق بالكرة المصرية. بص يعني انا ما بحبش اتكلم بشكل فردي، ولكن هتكلم بشكل عام. ليه ما فيش غير لعيب واحد بس في فيوتشر؟ انت عامل 50 اسم، مع احترامي الاسامي كلها، انت جايب فيه ناس بتنافس على الهبوط، وفي ناس يعني اصلا يعني اعتزل الدولي، انت جبتها حتى في المكان اللي انا فيه، انت في ناس ما بتلعبش خدتها، في ناس تلعب على مستوى عالي زي فيوتشر بيلعب في افريقيا وماشي بشكل كويس، قدامنا خطوه واحده ونلعب دور الثمانيه، فدي حاجه كويسه. بتنافس دلوقتي على بطوله السوبر، دي حاجه كويسه. بتنافس في الدوري، انا دايما عندي مشكله ان انا اتقالت لي كتير حتى وانا في الزمالك ان انا ما عنديش قاعده اعلاميه، انا مشكلتي ان انا بركز دايما في شغلي، فاعتقد ربنا بيدينا على قد تعبي ومجهودي، ومش انا بس، فرقتي كمان اللي افضل ادافع عنهم كتير، لان هم يستحقوا كده، لان احنا تعبنا كتير جدا وعملنا كتير جدا للنادي هنا، ولسه ان شاء الله نقدر نعمل